يقول السائل: هل يجوز إهداء الهدايا للمخطوبة قبل العقد عليها؟ لا بس عطاه مالك كلهم بغيت، إذا عقدت عليها عطاه ما تريد، لا بس. نعم. يقول السائل: علمنا حكم نظر الرجل إلى النساء، فما حكم نظر المرأة إلى الرجال إذا كان النظر بغير شهوة؟ للحاجة، النظر للحاجة من غير شهوة لا بأس، أما النظر من غير حاجة إلى الرجال أو النظر بشهوة هذا حرام. نعم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نعم.